السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم متابعي قناة أخبار الوادي في فيديو جديد. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت أول مرة تشاهد فيديوهات القناة، أتمنى منك الاشتراك بالقناة وتشغيل جرس القناة، ولا تنسى الضغط على زر اللايك تشجيعا لنا لكي نستمر إن شاء الله بنشر كل ما هو جديد. تداول بعض الصحفيين والإعلاميين في تركيا خبر يسيء لسمعة شركة بانا فيلم المنتجة لمسلسل وادي الذئاب يوم الخميس الماضي، حيث كان الخبر بأن المحكمة في إسطنبول قررت حجز أملاك شركة بانا فيلم والتفتيش في مستنداتها. وقد تم الإدلال من قبل بعض الأطراف أنهم وجدوا مستندات خاصة بناس تضرروا من عملية الاحتيال سابقة قام بها الكاتب والمنتج الشهير راجي ششماز في عام 2018. وقد ذكر محامي شركة بانا فيلم أن قضية احتيال راجي ششماز ليس لها أي علاقة بشركة بانا فيلم وأنهم بارئون منها تماما. وتأكيدا على ذلك، قامت الشركة بنشر هذا البيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها الذي ينفي تماما علاقتهم بالاحتيال. وقد توعدت الشركة الصحفيين والإعلاميين الذين قاموا بالتشهير والإساءة إلى سمعة الشركة بمحاسبتهم وملاحقتهم قانونيا أمام المحاكم. ويذكر أن شركة شكر فاتي كروج قدمت بطلب إلى الجهات الحكومية المعنية بحجز أملاك 13 شخصا من بينهم الكاتب راجي ششماز، وذلك بعد عجزها عن تحصيل 7,228,000 ليرة منهم، حيث أن راجي لم يستطيع دفع المبلغ المستحق عليه، وذلك لأنه يعاني من أزمة مالية كبيرة خلال السنوات الماضية. وقد قامت المحكمة بتوجيه لائحة اتهام ضد راجي و13 شخصا بتهمة الاحتيال من خلال مشاريع عقارية. وقد تم إعادة فتح القضية بناء على طلب 131 شخصا من ضحايا التجمع الحضري الذين قدموا شكاوي ضدهم. وسوف نقوم إن شاء الله بنشر كل ما هو جديد. وفي الختام أرجو منكم متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى اللقاء في فيديو جديد. دمتم سالمين. صلوا عليه شفيع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة.